تشهد الساحة السياسية السودانية حالات استقطاب حادة لم تقف على تكوين تكتلات سياسية وجهوية فحسب، بل تعداه إلى قطاعات المجتمع الحية، بل تعدت ذلك إلى قطاعات المجتمع الحية، وما الحراك النسوي الأخير ببعيد عن ذلك، فيما تسري توقعات بظهور كتل أخرى على الملعب السياسي كالشباب والطلاب في سبيل الحشد والتأييد لمكاسب سياسية وكروت رابحة في أروقة التفاوض. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في كثير من الأوقات والمناسبات المختلفة وتجسد مواقفها عبر العديد من المناشط الثورية والسياسية وما يترتب عليه من مساهمات، كانت أبرز هذه المواقف التي تجلت للكثيرين، وبالرغم من كل تلك المعاناة إلا أنها تبادر بصورة مستمرة وتنادي بتجنب الفوضى ودعم الأمن والاستقرار. الحراك الحاصل، المرأة السودانية لها دور كبير جدا جدا، لأنها هي بتتأزم من الصراعات، هي بتتأزم من هذه الدماء السائلة، بتتأزم من توقف الحياة، الغلاء في المعيشة، المرأة هي اللي بتتأزم، لأنه أنا يعني أعتبر أنه مش نصف المجتمع، 60% من المجتمع السوداني العامل والمنتج هي المرأة السودانية. صراحة نحن بنشوف، وأنا واحدة من النساء، نحن بنقدم لبيوتنا ولأهلنا ولمجتمعاتنا، بنقدم لهم كثير جدا جدا، لأنه نحن عايزين الحياة تمشي وعايزين الحياة تستمر. الحراك النسوي في الساحة السياسية الذي حاول الابتعاد عن الحلول الفردية للراهن السياسي وصفه بعض من المتابعين كاستجابة مبكرة له، وكانت بداياته مبنية على الحقوق الأساسية للمرأة التي عززت من أدوارها، والتي ربما تؤسس أيضا إلى تفاهمات توافقية تقرب الشقة بين الفرقاء في الساحة الثورية والسياسية حجبا لامتداد المعاناة والجراح. هذا الوطن عانى في الفترة السابقة بكثير من الجراح وبكثير من الآلام، وفقدنا فيه خيرة شباب أهل هذه البلاد، ومن هذا المنطلق نترحم على شهدائنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، وفي ذات اللحظة نطلب الشفاء العاجل للجرحى، وكلهم أسود وكلهم أبناؤنا وكلهم شبابنا. من أجل كل هذا لبينا هذا النداء للوصول إلى حكومة مدنية منتخبة لا إقصاء فيها لأحد، فكلنا سواء، ومن أجل أن تسود في الدنيا عدالة السماء. وفي ظل الاحتفاظ بأدوار الجميع في اختلاع النظام البائد، كل حسب مجهوداته التي قدمها أثناء وبين فترة الحراك الثوري، وبحسب تقارير تأتي المؤشرات بأن التغيير نحو الأفضل، يبدو أن المرأة سيكون لها النصيب الأكبر مكافأة لما قدمته عبر نضالاتها الثورية المستمرة. رمضان عبد القادر لقناة طيبة، الخرطوم.